في سياق مساء انضمام فنلندا إلى الناتو، على ما يبدو أن هلسنكي قطعت شوطا مهما، وذلك مع تأكيد الرئيس الفنلندي سولين نيستو أن تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب انضمام فنلندا إلى حلف شمالي الأطلسي. ويجتمع الرئيس الفنلندي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة بالتزامن مع إعلان موافقة أنقرة على انضمام فنلندا للناتو، وينبغي أن تخضع المصادقة لتصويت في البرلمان التركي. للمزيد ينضم إلينا من إسطنبول مراسلنا محمد مشهراوي. محمد، إذن كان هناك لقاء جمع الرئيسين، لا أدري إن كان انتهى في هذه الأثناء أم لا، لكن ما المتوقع منه؟ وهل تحسم أنقرة بشكل، علما أنه بالإضافة أو عطفا على تصريحات الرئيس الفنلندي بالأمس أردوغان كان قد ألمح إلى هذه الموافقة، ما هو السياق العام أو الأجواء العامة المصاحبة لهذه الزيارة؟ أجواء توصف بأنها إيجابية للغاية، حيث سبق هذه الزيارة تلميحات من الرئيس التركي بقبول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. كانت هناك أيضا زيارة للرئيس الفنلندي لمناطق الزلزال يوم أمس، وفي أعقابها أدلى بتصريحات قال إنه تلقى إشارات إيجابية من الرئيس التركي بشأن قبول انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي. اليوم هذه الزيارة وما سيعلن عنها رسميا سيتوج جملة ومشوار طويل من المفاوضات بين البلدين في مسألة تلبية شروط أنقرة لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. وكان من أبرز تلك المطالب نبذ دعم حزب العمال الكردستاني المصنف جماعة إرهابية لدى أنقرة، ووقف أنشطته السياسية على الأراضي الفنلندية. الأمر مختلف تماما بالنسبة للسويد، هنا النقطة الأهم. هذا القبول الذي أعطته أنقرة لفنلندا ما زال الضوء الأحمر مشعلا في طريق السويد من جانب أنقرة، وفي ذلك يقول متابعو هذا الملف إشارات لواشنطن التي لم تستجب حتى الآن لمطالب أنقرة وبوعودها بتسريع مسألة صفقة الأسلحة وفي مقدماتها صفقة مقاتلات F-16. ثم ربط بين هذه المسألة وقبول أنقرة لانضمام السويد. شكرا لك من إسطنبول مراسلنا محمد مشهراوي.